دراسة جديدة اتنشرت من قبل إحدى الجامعات بتؤكد إن النباتات عندها عقول بتفكر وبتتصرف زي المخ البشري اللي موجود عند الإنسان والحيوان بالظبط، وإن المخ ده مسؤول عن قرارات بتاخدها النباتات وفقا للمعطيات البيئية اللي حواليها. هو إيه الحكاية؟ فإحنا عايزين نعرف إيه طبيعة عقول النباتات دي وإزاي بتفكر وبتاخد قراراتها بناء عن إيه أصلا. فلو أنت بقى بتشوفنا على فيسبوك ومهتم تعرف أصل حكاية عقول النباتات، يا ريت تعمل لايك وشير للحلقة، ولو انت بتشوفنا على اليوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف اصل الحكاية في بداية الخيط. الانسان عاش طول الفترة اللي فاتت معتقد ان النباتات هي مجرد كائنات صماء ما عندهاش اي حواس، لدرجة اننا افتكرنا ان ما عندهاش دماغ اصلا، فبالتالي هي لا تملك جهاز عصبي زي اللي موجود عند الانسان والحيوان. لكن النظريه دي اتغيرت 180 درجه بعد الدراسه اللي اتنشرت مؤخرا، وفي يونيو اللي فات اتنشرت الدراسه اللي بتؤكد ان النباتات بالفعل عندها مخ زينا، والدراسه دي اتنشرت في دوريه علميه اسمها وقائع الاكاديميه الوطنيه للعلوم بالولايات المتحده الامريكيه، والدراسه دي اتعملت من قبل فريق من الباحثين من جامعه برمنغهام البريطانيه. المهم الفريق ده لاحظ ان هناك مجموعه من الخلايا الموجوده داخل بذور نبات اسمه رشاد اذن الفأر ثالكريس، والمعروف علميا باسم ارابيدوبسس ثاليانا، واختاروا النبات ده تحديدا لانه بيعتبر من اهم النباتات في دراسه تطور النبات، والعلماء بيعتبروه فار التجارب النباتي بتاعه، وده راجع لانه بينجز دورته في حوالي 6 اسابيع بس. المهم الفريق ده بقى اكتشف ان نبات رشاد اذن الفأر بيمتلك القدره على تقييم الظروف البيئيه المحيطه بالبذور داخل التربه، عشان يقرر امتى ياخد قرار الانبات والنمو. والمدهش في الحكايه دي ان العمليه دي بتتم بطريقه مشابهه زي اللي بيقرر بيها المخ بتاعنا، اللي هو امتى يتحرك الجسم وامتى يمشي، امتى ياكل وامتى يشرب، حاجه كده ما تقدرش تقول غير سبحان المبدع. والدراسه دي قسمت الخلايا اللي بتتمركز داخل الجذر الجنيني للبذره لمجموعتين، المجموعه الاولى ودي مسؤوله عن عمليه الخمول وعدم الانبات، والمجموعه الثانيه مسؤوله عن نمو النبات من البذره. ببساطه كده هم هنا عايزين يقولوا ان بيحصل عمليه تواصل بين مجموعتين الخلايا المسؤولين عن قرار الانبات من خلال الهرمونات، وبيتخلق ما بينهم حاله حوار ونقاش، وبعد كده بيحسموا قرارهم النهائي بشان عمليه الانبات، وده مبني طبعا على الظروف البيئيه المحيطه بيهم. والاكتشاف العلمي ده بيعتبر اكتشاف سوي، لانه غير فكرتنا عن النباتات بشكل جذري من كائنات بلا مخ الى كائنات قادره انها تاخد قرارات بناء عن معطيات. بس هنا في سؤال مهم، هو هيفيدنا بايه برضو الاكتشاف ده؟ خليني اقول لك ان فهم الطريقه اللي بتنبت بيها بذور النباتات بشكل دقيق هيساعدنا بشكل كبير جدا في ايجاد طرق لزياده المحاصيل الزراعيه، فبالتالي هنقدر نواجه ازمه الغذاء المتوقع في المستقبل. وده اللي اكده قائد الفريق البحثي جورج باسل، الاستاذ بكليه العلوم الحيويه بجامعه برمنغهام، ان الاكتشاف ده هيساعد في تعديل البذور النباتيه والرصيف علشان يخلي عمليه النمو والانبات للنباتات تتم كلها في وقت واحد، وده طبيعي هيزود حصاد المحاصيل الزراعيه بطريقه مميكنه، وده بيعتبر من اكبر التحديات اللي بتواجهنا بسبب التغير المناخي. والفائده الثانيه اننا هنقلل من استخدام مبيدات الاعشاب الضاره، لان نمو النباتات بشكل متناسق في وقت واحد هيقلل اصلا نمو الاعشاب الضاره بشكل تلقائي. وجورج باسل قائد الفريق البحثي لهذه الدراسه ذكر في احد تصريحاته ان المدى الزمني لاستخدام البذور المعدله وراثيا لزياده المحاصيل الزراعيه هياخد شويه وقت، لان التقنيه دي لسه في مراحلها المبكره. وبرضه هنا في سؤال مهم، ازاي فريق الباحثين قدروا يوصلوا للاكتشاف ده؟ الفريق القائم على البحث ده استخدم نموذج رياضي حاسوبي بانه عدل بذور نبات رشاد اذن الفأر وراثيا عشان يخلوا خلايا بذور النبات ده اكتر فعاليه في التواصل ما بينهم، ويتاكدوا من ان قرار الانبات ده قائم بشكل اساسي على الحوار الهرموني بين مجموعتين الخلايا المسؤولين عن الانبات. والسنه اللي فاتت اتنشر بحث في دوريه علميه اسمها فيسيولوجيا النبات، البحث ده بيتكلم عن ان النباتات بتستشعر حاسه اللمس واحنا بنقطفها، الواحد فاضل له تكه وهيعيط في الفيديو ده. واللي اكد النظريه دي باحث اسمه اوليفر فان اكن، الباحث في جامعه استراليا الغربيه، قال ان برغم النباتات ما بتشتكيش واحنا بنقطفها، لكنها واعيه بشكل كامل لكل الملامسات دي وبتستجيب بشكل لحظي. وعايزكم هنا تتخيلوا لو للحظه واحده بس، يوم الفالنتين البنات بتكون مبسوطه قد ايه وهو بيقدم لها بوكيه الورد الطبيعي، في حين ان الزهور او النباتات دي بتكون في قمه حزنها. طب ضيف دي كمان عندك، ان في دراسات وابحاث اتنشرت بتؤكد ان النباتات بتسمع الحشرات وهي بتاكلها، يا عيني، وطبعا مش قادره تعمل لها حاجه، فتقوم بعمليه فرز مركبات كيميائيه علشان توقفها، وان الدراسات اثبتت بان النباتات بتقدر تتواصل مع بعضها ويبقى في نقاش ما بينهم، وده بيتم عن طريق شبكه الفطريات اللي بتتعايش على جذورها عشان يحذروا بعضهم من الظروف المحيطه بيهم او الظروف المناخيه. والباحثه في جامعه استراليا الغربيه دكتوره مونيكا جاجليانو
ومحررة كتاب لغة النباتات، بتقول إن النباتات ممكن إنها تتعلم سلوك معين وتفتكره زي تجربة كلاب بافروف الشهيرة بالظبط. وقالت كمان إن برغم إن النباتات ما عندهمش أنسجة عصبية، لكنها بتمتلك شبكة معقدة من الإشارات المعتمدة على المركبات الكيميائية داخل خلاياها بشكل مشابه لعمليات الذاكرة بالحيوانات. وأخيرا أعتقد بعد الدراسة اللي قدمناها عن النباتات في حلقتنا النهاردة، لازم نغير فكرتنا عن النباتات بشكل مهم جدا، ونستشعر ألمهم، ونكون مؤمنين بذكائهم الرباني اللامحدود. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم وفادتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم بداية الخيط. وما تنسوش تبصوا على مصادر حلقتنا تحت في الديسكريبشن. ولو حلقة النباتات عجبتكم النهاردة، ما تنسوناش بدعمكم بلايك وسبسكرايب للقناة علشان محتوانا يستمر. يومكم سعيد.